الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حلو كده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأحرم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Jadi alhamdulillah saya ambil peluang pada pagi ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh muslimin muslimat jemaah Masjid Abidin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal kita dan menghapuskan segala amal buruk kita lah, insyaAllah. Jadi sebelum sama-sama kita menunaikan salat Aidil Adha, maka sukalah untuk saya peringatkan balik tata cara salat sunat Aidil Adha. Jadi salat sunat Aidil Adha adalah sebagaimana salat sunat Aidil Fitri pada baru-baru ini, cuma sedikit berbeza pada niat lah. Jadi lafaz niatnya adalah usalli sunnatan Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku salat sunat Aidil Adha dua rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi salat ini dilakukan dengan dua rakaat. Rakaat yang pertama selepas takbiratul ihram kita akan baca doa iftitah dan kita akan bertakbir sebanyak 7 kali. Dan diselangi takbir tersebut dengan bacaan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Kemudian imam akan baca surah, baca fatihah dan surah sebagaimana biasalah. Pada rakaat yang kedua pula kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Juga diselangi dengan tasbih. Jadi itulah. InsyaAllah sama-sama kita bersedia untuk solat Aidil Adha. Imam yang bertugas pada pagi ini adalah Dr. Syekh Muhammad Abdul Hamid Kulaib, manakala khatib pada hari ini Ustaz Wan Muhammad Hazim, Wan Muhammad Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Jami'ah, Salatul Jami'ah, Salatul Jami'ah, Athabakum Allah. Istawu Tarasu wa'tadinu yarhamna wa yarhamukum Allah. الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام منك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, saya ingin berpesan kepada diri saya yang kerdil ini dan sedang jemaah sekalian, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Kita jauhi segala larangan Allah, kita laksanakan segala titah perintah Allah. InsyaAllah mimbar Hari Raya Aidul Adha yang mulia pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Aidul Adha, kemuncak kejayaan pengorbanan seorang hamba Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedang jemaah yang dikasihani Allah Ta'ala sekalian, Hari Raya Korban merupakan satu nama lain bagi Aidul Adha yang sentiasa kita meraikannya pada saban tahun. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghubungkan perbuatan korban dengan suatu hari perayaan, maka sudah pastilah saudara, hal tersebut mengandungi nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa mudahnya, Allah Ta'ala menjadikan perbuatan korban itu sebagai suatu kemuncak kejayaan yang diraihkan oleh hamba yang melakukannya. Soalnya, adakah kemuncak pengorbanan hamba yang dimaksudkan itu boleh dicapai dengan hanya perbuatan menyembelih binatang korban pada hari raya Aidul Adha
seperti yang sedang kita sambut pada hari ini. Maka sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hajj ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya kata Allah, daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan kamu. Maka jelas dapat difahami saudara daripada firman Allah Ta'ala yang kita dengar sebentar tadi, bahwasanya kemuncak kejayaan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba itu iaitulah apabila hamba mencapai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejayaan hamba Allah di sisi Allah Ta'ala dinilai apabila pengorbanan yang dilakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejayaan sebenar hamba di sisi Allah Ta'ala adalah apabila hamba mengorbankan kehendak hawa nafsunya, tunduk patuh kepada kehendak dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan begitu saudara, maka apa makna seorang menyembelih binatang korban sedangkan hawa nafsunya masih terus bermaharajalela menguasai dirinya? Apa maknanya seorang melakukan korban sedangkan dirinya saban hari bertambah-tambah jauh daripada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak akan sempurna, kata Nabi, tidak akan sempurna iman seorang kamu sehinggalah hawa nafsunya tunduk patuh kepada setiap apa yang aku bawa. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedang hadirin hadirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, pada hari raya Aidul Adha yang sangat mulia ini, mari sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan istiqamah kepada kita semua dalam beriman kepada Allah, menjadikan baginda Nabi kita sebagai ikutan, contoh teladan, mengikut syariat Islam yang diwariskan kepada kita pada hari ini, dan kita mengambil cakna terhadap saudara Muslim kita di mana sahaja mereka berada. Ini semua nikmat-nikmat yang sepatutnya kita zahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi kepada saudaranya sebagaimana dia mengasihi kepada diri dia sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mengakhiri khutbah Aidul Adha pada hari ini, sudah jamaah sekalian, marilah sama-sama kita berusaha terus membina sifat takwa yang menjadi kemuncak kejayaan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kejayaan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala supaya melaksanakan ibadah korban, maka justru marilah kita bermuafakat melakukan amalan korban dengan tulus ikhlas kepada Allah. Kita dianjurkan pada hari yang mulia ini saudara untuk mengagihkan daging-daging korban kita kepada kaum muslimin, terutamanya golongan fakir miskin. Seterusnya mari kita terus mengeratkan hubungan silaturahim sesama sanak saudara kita, sahabat handai kita dan juga masyarakat sekeliling kita. Mudah-mudahan hari raya Aidul Adha pada kali ini dilimpahi keberkatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu liljabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين
Inna hadza lahu wal bala'ul mubin. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Maksudnya setelah keduanya, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah Taala itu, maka Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, serta kami menyuruhnya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan kibas yang besar. Surah As-Saffat ayat 103 hingga 106. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu ma tasma'un. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amin ya muwaffiq at-ta'in, waffiqna li ta'atika ajma'in, wa tub 'alaina wa 'alal muslimin. واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan di dunia ini perlu kepada interaksi antara satu sama lain. Tidak ada orang yang mampu mengurus kehidupan tanpa penglibatan orang lain. Itulah sunnatullah dalam kehidupan kita, saudara. Justru, pereratkanlah hubungan sesama manusia dengan saling kita menghormat menghormati, saling kita sayang menyayangi, bantu-membantu antara satu sama lain. Mudah-mudahan kesatuan umat Islam akan lebih kukuh dan kesejahteraan akan dapat dikecapi bersama. Begitu juga saudara, mari sama-sama kita banyakkan ucapan selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Taala dalam suratul Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شه، وانزل الرحمه عليه وعلى سلطانه نور زاهره سلطانه ترنجانو، واحفظ اولاده واهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.
Allahumma ahfaz waliyana ahdatikum Muhammad Ismail ibn al-Wasiq billah as-sultan mizan zainal abidin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. يا الله kami pohon hidayah dan petunjuk ke jalan kebenaran. Tetapkanlah iman kami dalam agamamu Islam. Basahilah lidah kami dengan bacaan Al-Quran dan zikir kepadamu ya Rahman. Jadikanlah akhlak junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kami sekalian. Pereratkanlah hubungan sesama kami, saling bekerja sama dan bantu-membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, maju lagi diberkati. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan yang berterusan ya Allah. Jauhkanlah negeri kami ini daripada segala malapetaka musibah dan apa jua kemurkaanmu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuanmu untuk saudara-saudara kami di Palestin sana. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menentang kekejaman rejim Zionis laknatullah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis ya Allah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis ya Allah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis ya Allah dan seluruh saudara-saudara kami di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, Masjid Abidin juga mengadakan sembelihan korban pada pagi ini. InsyaAllah
Kita jangkakan pukul 9 pagi lah. Jadi mana-mana yang kita jemput semualah untuk menyaksikan sembelihan korban pada pagi ini, insyaAllah. Terutamanya yang masuk, yang peserta lah pada pagi ini. Pukul 9 pagi, insyaAllah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.